كانوا هما اساتذه التعاقد ما كنعرفوهمش ما كنعرفوهمش. انا كنعرف اساتذه اطول الاكاديميات. الا سولتيني على دوك الاساتذه نهضر معاك، ولكن اساتذه التعاقد ما كنعرفوهمش. وزير الان الشعب المغربي كله عنده سؤال واحد، واش ما غاش تفتحوش الحوار مع الاساتذه ديال التعاقد؟ سي ابراهيم سي ابراهيم حنا دايزين على الهواء مباشره سيدي الوزير. لا ماشي كلشي كيكتب كلشي ما عرفتش على من كتهضر، ما عرفتش شكون هما اساتذه التعاقد ما كنعرفوهمش. انا كنعرف اساتذه اطول الاكاديميات. الا سولتيني على دوك الاساتذه نهضر معاك، ولكن اساتذه التعاقد ما كنعرفوهمش. دونك السيد الوزير انت تصرح انك ما كتعرفش الاساتذه؟ ابدا ابدا، لان ما كاينش تعاقد في المنظومه، ما كاينش تعاقد. شكرا شكرا سيد الوزير. منذ مارس 2019 كاين اساتذه نظاميين في اطار النظام الاساسي اللي توظيف الجهوي، فهمتيني؟ والحوار ديما مفتوح الحمد لله، بفضل الحوار استطعنا باش نحسنوا ذاك النظام الاساسي، واليوم كاين الممثله المطبقه عن النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه.